في بهالمقال عم عالج او عم بحاول ادرس فكره محدده الى اي حد الحكومه الاسرائيليه الحاليه برئاسه بنيامين نتنياهو مستعده لتستأنف المفاوضات السلميه مع سوريا في هذه المرحله الحساسه بالذات اللي عم تتصاعد فيها التهديدات من كل مكان. وهناك طبعا من يقول في اسرائيل انه البدء بالتفاوض مع سوريا سوف يخرج سوريا من دائره المواجهه المحتمله مع ايران ويخفف من التوتر على الجبهه الشماليه مع لبنان. فبمعرض استعراضي لهذه الفكره عدت لعدد من المحاولات الاسرائيليه التفاوضيه مع سوريا. اخر محاوله كانت في ايام رئيس الحكومه السابق اهودا ألمرت يلي كانت بوساطة تركية، حكيت كيف تقدمت مفاوضات بطريقة كبيرة وكاد الطرفين يصلان إلى تسوية أو لنوع من الاتفاق، إلى حين عودة ألمرت إلى إسرائيل والبدء بالعملية العسكرية ضد قطاع غزة اللي أدت إلى توتر في العلاقات التركية الإسرائيلية وتوقف كل العملية السلمية والتفاوضية بين غير المباشرة بين سوريا وبين إسرائيل. الحقيقة هناك محاولات أخرى، يعني هناك أيضا تجارب أخرى للتفاوض بين سوريا وإسرائيل كادت أيضا أن تصل إلى نتائج، منها مثلا مفاوضات جبريت ساون يلي بيحكوا وقتها رئيس طاقم المفاوضات إدمار رابينوفيتش كان بيخبر أنه بفترة من الفترات شعر أنه المفاوضات حققت تقدم هائل وشعر بأنه أجنحة السلام ترفرف في الغرفة، وإذ كل هذه الأمور أيضا تبخرت مع اغتيال إسحاق رابين. أيضا كادت المفاوضات أن تصل إلى نتائج إيجابية في عام 2000 لولا إيهود باراك يوم رئيس الحكومة تراجع عن كل التعهدات وبالتالي توقفت كل العملية التفاوضية. اليوم السؤال المطروح، هل يمكن لحكومة نتنياهو أن تستأنف مفاوضاتها مع سوريا على الرغم من معرفة إسرائيل تماما أن هذه المفاوضات من شأنها تحييد سوريا في مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران وفي أيضا إخراج سوريا من محور الشر وإبعاد عن إيران؟ الإجابة على السؤال بستبعد كثير أن يقوم نتنياهو بهذا الأمر لأمرين أساسيين. الأول، أي محاولة أي طرح للمفاوضة مع سوريا معناتها بحث موضوع الانسحاب من جولان، وهذا أمر مستبعد تماما بالنسبة لنتنياهو اللي بيعتبر هاي علامة ضعف وتنازل للسوريين لن يحصل على مقابل لها. وقناعة نتنياهو أيضا بأن السلام مع سوريا لن يخرجها من تحالفاتها وبالتالي لا فائدة من خطوة من هذا النوع.